هي أجواء تنشيطية خصت بها وحدات السياحة الشاطئية بمدينة المونستير نزلاءها كبارا وصغارا، سعيا منها إلى توفير ظروف إقامة طيبة. أنشطة متنوعة وكل شيء هنا مذهل، كل الضيوف يشعرون وكأنهم في عائلة واحدة. تنشيط جيد لم أشهده أبدا في أي من النوادي التي أرتادها منذ 30 عاما. الأساليب التنشيط صراحة ممتازة، يعني نلقاوها معناها ديما تاع من الصباح حتى يكش لليل. المنشطين هذوما شفتهم ديكيزي وليدات يعملوا الكيف من انحاء الجمهوريه التونسيه، نتعامل برشا مع دور الشباب، نتبع فيهم في الشتاء، نزورهم وناخذ منهم الوليدات متربين بونكتويل وعندهم الريتم في الموسيقى ويحبوا يخدموا الخدمه هذه. وحدة فندقية لا تنفك تنتدب منشطين سياحيين وتعد برمجة أسبوعية تتضمن فقرات تنشيطية على مدار اليوم. التنشيط نعطيه أهمية كبيرة برشا، كما كل الخدمات المعروضة في النزل، كما المطاعم، كما الشاطئ، كما الغرفة، كل كيف كيف. كل عام المنشطين ناخذوهم من عنا، مش تابعين شركات خاصة، ونحضروا برنامج كامل متكامل للصغار للكبار. الحرفاء نتاع النزل سون دي فامي، وهذا يخلينا نعطيه اهميه كبرى للتنشيط. وعندنا خاصه الصغيرات نوع كيما الميني كلوب، فيها مسبح مخصص بولي زونفون، فيه ورشات رسم، العاب فكريه، رقص، وفي الفترات المسائيه عندنا ميني ديسكو. بالنسبه للكبار فما حصص تنشيطيه في الفتره الصباحيه تتمثل الكره الحديديه، جو دو فليشات، عندنا الوتر بولو، الاكواجيم، عن الدونس اورينتال والعاب اخرى متنوعه. للسواري نتاعنا نعملوهم ديما نبداو 8:30 مع الصغار، نعملو لهم ميني ديسكو نص ساعه 35 دقيقه، بعد تالي نبداو مع الكبار. ويبقى التنشيط السياحي في بعده الترفيهي امرا ضروريا من شانه ان يستقطب مزيدا من السياح الذين اختاروا الوجهه التونسيه للاصطياف والاستجمام.